السؤال التالي يقول يا شيخ: مجموعة بيتسابقوا في مسابقة كرة القدم، الفائز مش بيدفع أي فلوس، بس باقي الأشخاص بيجمعوا فلوس ويجيبوا له جايزة، بس هو الفائز مش بيدفع معاهم فلوس، هل هذا يدخل في القمار المحرم؟ تعال نفهم ما هو ضابط القمار المحرم، نضع القاعدة وشوف تطبيقها على هذه الحالة. ضابط القمار المحرم هو ما لا يخلو أطرافه من غنم أو غرم، يا تربح يا تخسر، وغرم أحد الطرفين هو غنم الطرف الآخر. يعني نتراهن ونجمع فلوس، واللي ينجح اللي يفوز يلم الدنيا دي كلها، والباقي يطلع خاسر من هذه المراهنة. لكن إن دفعت الجوائز من جهة خارجية بعيدا عن المتسابقين خرج الأمر عن القمار المحرم. ليه؟ لأن النتيجة إما أن تربح وإما أن لا تخسر شيئا، جهة خارجية التي تتولى هذه المسألة جائز. في الصورة المذكورة إذا لم تكن هناك مشارطة من البداية وتنفل أفراد الفريق بشراء هدية للفائز منهم بعد فوزه تهنئة له بنجاحه فلا حرج، أصل في هذا هو الحل، والله تعالى أعلى وأعلم.